جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والازدهار.